أعطيت بن نواصرة الانطلاقة الرسمية لمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد بمدرسة اليرموك باعتبارها آلية فعالة وناجعة لمحاربة الهدر المدرسي من أجل تمكين الشباب من مهارات تساعدهم على الانخراط الإيجابي في الحياة المجتمعية. كما تعلمون هذا التكوين رأى النور بدعوة من جلالة الملك نصره الله لمواكبة الشباب، واستطاعت الجمعية بفضل دعم عدد من الشركاء وعلى مدى أزيد من عامين تكوين هؤلاء التلاميذ في مجالات المطعمة، فضلا عن تلقينهم واستفادتهم من دروس الدعم والتكوين في العديد من المجالات. هذا المشروع يندرج في إطار الأهداف التنموية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تأهيل وتكوين الشباب المنقطعين عن الدراسة والعاطلين، وذلك بغية إدماجهم في سوق الشغل. هذا مشروع محمول من طرف جمعية إما بطبيعة الحال، كيشمل مجموعة من المكونات، منها أنه عنده يعني ملعب رياضي بالإضافة إلى مجموعة من ملعب رياضي وسيارة للنقل لهاد الشباب. هاد الشباب اللي احنا كنستهدفهم هما اللي هما انقطعوا على الدراسة أو أنهم يعني ما لقاوش شغل، لذلك كيكون عندهم تقوية القدرات ديالهم بالإضافة إلى تكوينهم في بعض الحرف المهنية. هنا عندنا حرفة ديال الفندقة. جيت لهذا السونتر حيت كنت مقاطعش عن الدراسة، كانت صراحة ندمش بزاف حيت مقاطعش على الدراسة. جيت لهذا السونتر عوش بزاف ديال الحوايج، واليوم الحمد لله دوزت دو زون في هذا السونتر، علمت بزاف، قرينا بزاف ديال اللغات، فرنسية عربية لونجلي مات. هذا التكوين يندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، ويهدف إلى الحد من التفاوتات في التربية والتعليم وتعزيز الاندماج الاقتصادي للشباب من خلال تكوينهم وتأهيلهم المهني.